أن مدينة النجف الأشرف هي من أقدس المدن الإسلامية وهي عاصمة الشيعة والتشيع. هذه المدينة قدسيتها وشرفها بوجود مرقد أمير المؤمنين عليه السلام، ومنذ آلاف السنين هذه المدينة تخدم زوار أمير المؤمنين وأبنائها الشرفاء الأبطال الذين جاهدوا كل الحكومات المستبدة والظالمة. هم من أشرف الناس ومن اللي يقدمون خدماتهم إلى زوار الإمام الحسين. بصراحة البارحة تفاجأنا بتصريح بشير الحجامي الحجامي على القناة على أحد قنوات الفضائية، واتهام واضح إلى أبناء هذه المدينة، وخصوصا احنا في أيام الزيارة الأربعينية، وتعرفون أنه أبناء مدينة النجف الأشرف مستنفرين في خدمة زوار الإمام الحسين. نرفض هذا التصريح، نجب هذا التصريح، وباعتبارنا مسؤولين عن هذه المحافظة كمحافظة النجف الأشرف أقمنا دعوة قضائية أمام سيد قاضي التحقيق وأيضا سيد رئيس المحكمة. قبل مجيئنا إلى الدوام أقمنا دعوة قضائية، وإن شاء الله نثق بإجراءات العدالة والقضاء العراقي في أن يأخذ حق محافظة النجف الأشرف، وما نسمح إلى أي شخص يسيء إلى قدسية هذه المدينة وأبناء مدينة النجف الأشرف.